طالبات مدارس دار المعارف الخاصة، نرحب بكم في مادة اللغة العربية ودرس جديد من دروس النحو للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول. إن شاء الله هناخد مع بعض درس جديد بعنوان الممنوع من الصرف. تعال الأول كده يا شباب نتعرف يعني إيه الممنوع من الصرف. هو اسم معرف لا يقبل التنوين وتكون علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. يعني ايه الكلام ده؟ احنا خدنا قبل كده الاسم المبني والاسم المعرب، وعرفنا ان الاسم المعرب المفروض ان هو بينون عادي، يعني ينفع احط له ضمتين او فتحتين او كسرتين على حسب حالته الاعرابية في الجملة، تمام كده؟ ولكن انا عندي في نوع من الاسماء المعربة بتسمى الممنوع من الصرف لا تقبل التنوين، وهنعرف ايه هي وايه شروطها بالتفصيل ان شاء الله. طيب ده اول حاجة. طيب وبيختلف كمان عندنا الممنوع من الصرف عن الاسم المعرب العادي اللي احنا خدناه قبل كده، ان هو بيجر وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، ولكن بشروط ايضا وهنعرفها بالتفصيل ان شاء الله. يبقى احنا زي ما قلنا كده يا شباب، الاسم المعرب نوعان، اسم مصروف اللي احنا عارفينه، واسم غير مصروف اللي هو الدرس بتاعنا الجديد اللي احنا هناخده ان شاء الله ونفهمه كويس وبالتفصيل النهاردة. الاسم المصروف كده يا شباب واحدة واحدة كده، الاسم المصروف ده يعني الاسم المنون اللي احنا عارفينه، تمام كده؟ الاسم المعرب المنون، تمام؟ طيب والغير المصروف ده اللي هو ما ينفعش انونه، وهنعرف يعني ايه ممنوع من الصرف بالتفصيل. طيب يبقى اول اختلاف الممنوع من الصرف عندي عن الاسم المعرب العادي اللي احنا خدناه قبل كده، ان هو لا يقبل التنوين، ما اقدرش انونه. طيب وتاني اختلاف ان هو بيجر وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ولكن بشروط. تعالوا كده نشوف ايه الشروط دي. بيقول لي متى يجر الممنوع من الصرف بالفتحة، امتى يجر الممنوع من الصرف وتكون علامة جره الفتحة. رقم واحد اذا كان بدون ال. رقم اثنين اذا لم يأتي بعده مضاف اليه. يعني الممنوع من الصرف اللي انا بقول عليه ده لو جه من غير ال، مفهوش ال فلان وما جاش بعد مضاف اليه، يبقى على طول يجر وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. طب تعالوا ناخد امثلة كده عشان نفهم. لما اقول كده ذهبت الى حدائق واسعة، هلاقي ان كلمة حدائق دي ممنوعة من الصرف، وهنعرف ان شاء الله يعني ليه منعت من الصرف. عندي كلمة حدائق ممنوعة من الصرف، تمام؟ طيب هلاقي عليها فتحة مع ان قبلها حرف جر، يعني دي لو جيت اعربها او الاسم مجرور. طيب علامة جره ايه بقى هنا؟ الفتحة نيابة عن الكسرة. ليه؟ لانها ممنوعة من الصرف، خلاص؟ طيب بس الممنوعة من الصرف وفيها الشروط اللي احنا قلنا عليها، ما فيهاش الف ولام وما جاش بعدها مضاف اليه. طيب ناخد مثال اخر، ذهبت الى الحدائق الواسعة، هنلاقي ان كلمة حدائق دي زي المثال الاول برضو ان هي ممنوعة من الصرف، ولكن هنا جرت وعلامة جرها الكسرة. ليه؟ لان فيها الف ولام، يبقى اختلت الشروط اللي احنا قلنا عليها، تمام كده؟ طيب ندخل بعد كده، ذهبت الى حدائق البلاد، هنلاقي كلمة حدائق زي ما قلنا ان هي ممنوعة من الصرف وايضا مجرورة وعلامة جرها الكسرة. ليه هنا؟ عشان جه بعدها مضاف اليه اللي هي كلمة البلاد، تمام كده؟ طيب يبقى الممنوع من الصرف بينقسم الى نوعين، ممنوع من الصرف لسبب واحد وممنوع من الصرف لسببين. يعني انا عندي ممنوع من الصرف عشان سبب واحد بس، تمام كده؟ وهنعرف ايه هما. وممنوع من الصرف لازم يكون فيه سببين عشان يمنع من الصرف. تعالوا كده ناخد الاول الممنوع من الصرف لسبب واحد، ثلاث حاجات. حاجة اسمها صيغة منتهى الجموع، رقم اثنين اسم مختوم بألف تأنيث مكسورة، اسم مختوم بألف تأنيث ممدودة. طيب الممنوع من الصرف
اللي لازم يتوفر فيه سببين عشان يمنع من الصرف. رقم واحد أن يكون علم. السبب الثاني مع العلمية لازم يكون يا إما مع ست حاجات اللي هو مؤنث أو أعجمي أو على وزن الفعل أو مركب تركيب مزجي أو مختوم بألف ونون زائدتين أو على وزن الفعل أو على وزن فعل. يبقى العلمية وست حاجات، يبقى لازم يكون عالم الأول ولازم يكون مع العلمية التأنيث أو العجمة أعجمي يعني أو على وزن الفعل أو مركب تركيب مزجي أو مختوم بألف ونون زائدتين أو على وزن فعل. طيب أو الوصفية خلاص، ويكون مع الوصفية دي سبب تاني، يعني تكون صفة ومعها سبب تاني. أربع أسباب مع الصفة، إيه هما؟ أن تكون على وزن فعلان أو على وزن أفعل أو على وزن فعل أو على وزن فعال أو مفعل للأعداد من 1 لـ10. يبقى أنا عندي ممنوع من الصرف عشان سبب واحد بس تواجد، وهما 3 أشياء: صيغة منتهى الجموع، اسم مختوم بألف تأنيث مكسورة، اسم مختوم بألف تأنيث ممدودة. وعندي ممنوع من الصرف لازم يتوفر فيه سببين عشان أقول إن ده ممنوع من الصرف: علمية أو صفة. العلمية وست حاجات، والصفة معها 4 حاجات اللي احنا لسه قايلينه. طيب تعالوا كده ناخد كل حاجة بالتفصيل. احنا قلنا الممنوع من الصرف العلة واحدة، يعني السبب واحد. رقم واحد زي ما قلنا صيغة منتهى الجموع. يعني ايه صيغة منتهى الجموع؟ هو كل جمع تكسير بعد ألف الجمع دي حرفين أو 3، بس لو كان بعد ألف الجمع 3 حروف لازم يكون الأوسط ساكن. زي ايه مثلا؟ ناخد كده مثال: مساجد، منازل، حدائق. هنلاقي ان كلمة مساجد وكلمة منازل وكلمة حدائق ده كل ده جمع تكسير، تمام كده؟ طيب جمع التكسير ده فيه ألف ولا مفهوش؟ أو فيه ألف، تمام. طب بعد الألف دي فيه حرفين؟ عندي حرفين، يبقى تمام كده على طول ده صيغة منتهى الجموع ممنوعة من الصرف، تمام؟ طيب ناخد مثال تاني: ميادين، مفاتيح، عصافير. هنلاقي كلمة ميادين جمع تكسير، ومفاتيح جمع تكسير، وعصافير جمع تكسير، والجمع التكسير ده في ألف زي ما احنا شايفينها في الوسط اهي. طيب وبعد الألف دي كم حرف؟ نعد كده 3 حروف. طيب الـ3 حروف دول وسطهم ساكن ولا لا؟ وسطهم ساكن، عند كلمة ميادين حرف الياء، مفاتيح الياء الساكنة، عصافير الياء الساكنة. يبقى على طول كل الكلمات دي ممنوعة من الصرف. ليه؟ لأنها جاءت على صيغة منتهى الجموع. طيب ناخد ملاحظة زي ما قلنا: إذا كان بعد الألف 3 أحرف بس الأوسط بتاعها ساكن، فإن الاسم الأوسط بتاعها غير ساكن، إيه اللي يحصل؟ فهتبقى مصروفة عادي خالص. زي إيه؟ لما أقول كده: تلامذة، صيادلة، صيارفة. تعالوا كده: تلامذة جمع تكسير، تمام. طب جه بعد الألف إيه؟ كم حرف؟ 3. طيب بس لازم بعد 3 حروف، لازم أشوف الـ3 حروف دول الوسط بتاعهم ساكن ولا لأ؟ هنبص كده: تلامذة، ذا ذا، يبقى الذال هنا غير ساكنة. وأيضا كلمة صيادلة، لا لا، يبقى برضو الوسط اللي هو حرف اللام غير ساكن. وأيضا كلمة صيارفة، تمام كده؟ طيب يبقى أنا عندي تلامذة وصيادلة وصيارفة ليست ممنوعة من الصرف. طيب بعد كده تاني حاجة من الممنوع من الصرف العلة واحدة أو لسبب واحد: الاسم المختوم بألف تأنيث مكسورة. زي ايه؟ سلمى، كبرى، ذكرى، رضوى، تمام. هنلاقي ان سلمى اخرها ألف تأنيث مكسورة، وكبرى ألف تأنيث مكسورة، وذكرى ألف تأنيث مكسورة، ورضوى وهكذا. ولكن خدوا بالكم ملاحظة مهمة جدا: لابد الألف التأنيث المكسورة دي تكون زائدة. ده بعرف ان هي زائدة ازاي؟ ان هي تكون بعد 3 حروف اصلية زي ما احنا شفناهم كده، تمام كده؟ طيب بعد كده الاسم المختوم بألف تأنيث ممدودة، يبقى تالت حاجة واخر حاجة
من الممنوع من الصرف لعلة واحدة أو لسبب واحد الاسم المكتوم بألف تأنيث ممدودة، زي إيه؟ صحراء، عظماء، أصدقاء، خضراء. بس برضو في ملاحظة مهمة، لابد أن تكون الهمزة زائدة، أي قبل الألف ثلاثة أحرف أو أكثر. خلاص؟ ثلاثة أحرف إيه؟ أصلية. يعني إحنا لو بصنا كده لكلمة صحراء هنلاقي إيه؟ صحراء، ثلاث حروف إيه؟ أصلية قبل الإيه؟ قبل الألف. الهمزة هنا زائدة للتأنيث. وعندي كلمة عظماء وأصدقاء وخضراء، هنلاقي إن عظماء الهمزة برضو زائدة هنا للجمع، كلمة أصدقاء أيضا الهمزة زائدة للإيه؟ للجمع. فطالما الهمزة زائدة خلاص وهي مختومة، إذن الكلمة طالما إن هي مختومة بألف تأنيث ممدودة وزائدة يبقى على طول تمنع من الصرف. طيب الاسم أو الصفة المنتهية بألف تأنيث ممدودة وكانت بقى ثالثة فلا تمنع من الصرف، زي إيه؟ هواء، سماء، دعاء. ليه؟ لأن الهمزة هنا مش هتكون زائدة، ده هنا الهمزة أصلية فلا تمنع من الإيه؟ من الصرف. لما أقول كده هذا هواء بارد، فأنا عندي كلمة هواء مع إنها آخرها همزة لم تمنع من الصرف، يعني لم تمنع من التنوين وتنونت زي ما أنا شايف كده قدامي. ليه؟ عشان الهمزة هنا ليست زائدة. وكذلك في المثال رأيت سماء صافية. طيب بعد كده الأعلام الممنوعة من الصرف، هناخد بقى الممنوع من الصرف العلتين. يبقى احنا خدنا الممنوع من الصرف لعلة واحدة وعرفنا صيغة منتهى الجموع، وعرفنا يعني صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث المكسورة وألف التأنيث الممدودة. تعالوا بقى ناخد الممنوع من الصرف العلتين. أول حاجة الأعلام، احنا عندنا أعلام وعندنا صفات، قلنا أعلام وست حاجات وهناخدهم بالضبط بالتفصيل، وعندنا صفات وأربع حاجات وهناخدهم إن شاء الله برضو بالتفصيل. هو كل اسم علم معرب اجتمع فيه مع علة، مع علة العلمية علة أخرى، زي إيه مثلا؟ زي ما قلنا بصوا كده، العلم على وزن فعل، أو العلم على وزن الفعل، أو العلم اللي بينتهي بألف ونون زائدتين، أو العلم الأعجمي، أو العلم المركب تركيب مزجي، أو العلم المؤنث. يبقى أنا عندي عشان الكلمة تمنع من الصرف لعلتين، أول حاجة تكون علم ويكون مع العلمية دي، يا إما تكون الكلمة دي على وزن الفعل أو على وزن فعل أو منتهية بألف ونون زائدتين، أو علم وتكون أعجمي، أو علم مركب تركيب مزجي، أو علم مؤنث. طيب تعالوا كده، أول حاجة العلم المؤنث، سواء بقى كان العلم ده مؤنث تأنيث لفظي ومعنى زي فاطمة وخديجة، أو مؤنث معنوي فقط زي مريم وزينب وسعاد، أو لفظ فقط زي طلحة وعبيدة ومعاوية. يبقى كل العلم، أي علم مؤنث خلاص، سواء مؤنث تأنيث لفظي ومعنى أو معنى فقط أو لفظا فقط، كل ده ممنوع من الصرف. ليه؟ لسببين، للعلمية والتأنيث. طبعا علم يعني اسم شخص أو اسم مكان، تمام كده؟ والتأنيث زي ما قلنا سواء تأنيث لفظي أو لفظي ومعنوي مع بعض، ومعنى مع بعض، أو معنى فقط أو لفظي فقط. وعندي طبعا علم لمكان زي طنطا ومكة. يبقى لما أجيب لك مثلا كده في الامتحان وأقول لك أذكر سبب منع كلمة طنطا من الصرف، هتقول لي للعلمية والتأنيث، تمام كده؟ طيب ملاحظة بقى، بيقول لي إذا كان لو العلم المؤنث المجرد من تاء التأنيث ده ثلاثي خلاص، ايه اللي هيحصل؟ لو كان ساكن الوسط زي هند او عاد او مصر،
يجوز منعه من الصرف أو صرفه. زي إيه مثلا؟ هند وعاد ومصر. زي ما قلنا أنا عندي كلمة هند هنا ساكنة الوسط، وأيضا كلمة عاد وكلمة مصر، هلاقي إن الصاد ساكنة. فقال لي لو كان ثلاثي، العلم الثلاثي ساكن الوسط، يجوز إن أنا أمنعه من الصرف ويجوز إن أنا أصرفه، يعني الاتنين صح. تمام كده؟ طيب لو كان العلم المؤنث بقى الثلاثي ده متحرك الوسط، زي مثلا أمل، قمر، سحر، ملك، وجب منعه، وجب ايه المنع من ايه من الصرف، يبقى انا امنعه من الصرف. بعد كده نتابع بقى الاعلام الممنوعه من الصرف. العلم على وزن فعل، زي عمر، زفر، زحل، قزح، هبل، جحا. ايه اللي منع الكلمات دي كلها من الصرف؟ اول حاجه لانها علم. طيب السبب الثاني ايه؟ علم وجاءت على وزن فعل، يعني عمر فعل، زفر فعل، زحل فعل، وهكذا. اخد مثال كده، جحا يجذب الناس بنوادره. بعد كده العلميه ووزن الفعل، زي ايه؟ يزيد، احمد، اشرف، اسعد. هنلاقي إن الكلمات اللي قدامي دي كلها ممنوعة من الصرف. إيه سببها؟ أول حاجة لأنها علم على وزن الفعل. يعني إيه علم على وزن الفعل؟ يعني على وزن يشبه الفعل، وكمان الكلمات دي هلاقيها إن هي تنفع تبقى فعل وتنفع في نفس الوقت تبقى اسم. يعني مثلا لو قلت إيه؟ يزيد الله المحسنين إحسانا، يبقى يزيد هنا إيه؟ فعل. طيب لو قلت يزيد مدرس بارع، يبقى يزيد هنا اسم، وكذلك أحمد، وكذلك أشرف، وكذلك إيه؟ أسعد. بعد كده العلم المركب تركيب مزجي، زي إيه؟ بورسعيد أو بورفؤاد. هلاقي يعني إيه تركيب مزجي؟ يعني كانوا في الأول كلمتين بس امتزجوا وأصبحوا كلمة واحدة، خلاص بقوا كلمة واحدة. زي بور سعيد، ينفع أفصل وأقول أنا رايح بور وبعد كده سعيد؟ لا، هما كانوا كلمتين وبعد كده امتزجوا مع بعض، ما ينفعش ينفصلوا خالص. فده اسمه العلم المركب تركيب مزجي. يبقى لو جالي كده في الامتحان وقال لي بور سعيد اذكر سبب منعها من الصرف، هتقول لي إيه؟ العلمية، خلاص، والتركيب المزجي. بعد كده العلم المختوم بألف ونون زائدتين، زي إيه؟ عثمان، مروان، عفان. فهلاقي إن كلمة عثمان آخرها ألف ونون زائدتين، وبرضو مروان، وكذلك عفان، خلاص؟ طيب بس ناخد بالنا كويس قوي، أعرف إزاي الألف والنون زائدتين في الاسم؟ إن هم يكونوا بعد ثلاث حروف أيضا، زي كلمة عثمان هلاقي ثلاث حروف، أيضا كلمة مروان قبلها ثلاث حروف قبل الألف والنون الزائدتين، وكذلك كلمة عفان. بعد كده العلم الأعجمي الزائد على ثلاثة أحرف، زي إيه؟ آدم، إبراهيم، إسماعيل، يوسف، يعقوب، إسحاق، باريس. يبقى سواء العلم الأعجمي ده سواء برضو كان اسم شخص أو اسم مكان، وطبعا الأعجمي اللي هو الأجنبي يعني، خلاص كده؟ طيب طب لو كان ثلاثة بقى العلم ده ثلاث حروف، خلاص؟ لو كان ثلاث حروف ومتحرك الوسط برضو يمنع من الصرف. طب لو كان ساكن الوسط وجب صرفه، زي إيه؟ هود، لوط، نوح، خان. وناخد بالنا كده ان كل اعلام، كل اسماء الانبياء في القرآن الكريم ممنوعة من الصرف ما عدا محمد، صالح، شعيب، هود، لوط، نوح.
بعد كده الصفة على وزن أفعل زي إيه؟ أحمر، أصفر، أبيض، أسود، أخضر، أفضل، أحسن، وهكذا. كل هذه الصفات، يبقى احنا كده دخلنا في الصفات الممنوعة من الصرف. ايه هي الصفات الممنوعة من الصرف؟ اقولها ايه؟ الصفة على وزن افعل زي احمر واصفر وابيض واسود واخضر. طيب الصفة على وزن فعلان مؤنثها فعلة زي ايه؟ عطشان، هات المؤنث كده عطشة، جوعان المؤنث بتاعها جوعة، غضبان المؤنث بتاعها غضبة. يبقى كلمة عطشان ممنوعة من الصرف. ليه؟ لأنها جاءت على وزن فعلان، ولو جبت المؤنث بتاعها هلاقيه ايه؟ عطشة، يعني على وزن ايه؟ فعلة. يبقى على طول الكلمة دي ممنوعة من الصرف. ليه؟ لأنها صفة، خلاص كده، وجاءت على وزن فعلان الذي مؤنثه ايه؟ فعلة. طيب لو كانت الصفة على وزن فعلان، خلاص كده، بس مؤنثها مش فعلة، زي ايه؟ سيفان، وسيفان دي صفة للطويل، هتبقى سيفان، يعني هات المؤنث بتاعها كده سيفانة، فالمؤنث بتاعها مع انها سيفان دي على وزن فعلان، بس المؤنث بتاعها ما جاش على وزن فعلة، يبقى على طول تجر وعلامة جرها الكسرة عادي والتنوين عادي، يعني تصرف ما فيش أي مشكلة. بعد كده الصفة على وزن فعال ومفعل، الصفة على وزن فعال ومفعل من الأعداد من 1 إلى 10 زي إيه؟ أحاد وموحد، ثناء ومثنى، ثلاث ومثلث، وهكذا. آخر حاجة الصفة على وزن فعل اللي هي كلمة أخر، اللي هي أساسا جمع أخرى، مؤنث آخر. يبقى لو جالي كده في الامتحان كلمة أخر ممنوعة من الصرف ليه؟ هتقول لي لأنها على وزن فعل. طيب إعراب بقى الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف يعرب في حالة الرفع وعلى في حالة الرفع يعرب وعلامة رفعه الضمة، وينصب وعلامة نصبه الفتحة، ويجر وعلامة جره الفتحة أيضا، ولكن بالشروط اللي احنا قلنا عليها. تمام كده؟ طيب ناخد بقى التقويم. بيقول لي شوف الكلمات اللي قدامي دي وعايز أعرف سبب منعها من الصرف. أول حاجة كلمة سحر، ليه منعت من الصرف؟ أيوة، أول حاجة كلمة سحر ده اسم علم، اسم شخص، صح كده؟ طيب يبقى وإيه كمان؟ ومؤنث، طالما علم يبقى لازم يكون في صفة كمان معاها، يبقى سحر هنا ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. طيب بورفؤاد، أنا عندي بورفؤاد برضو ده اسم مكان علم، طيب ايه لازم يكون معاها؟ مانع اخر او سبب اخر للمنع. بورفؤاد هنا العالمية والتركيب المزجي، يبقى ممنوعة من الصرف للعالمية والتركيب المزجي. طيب كلمة معامل، هلاقي ان كلمة معامل دي جمع تكسير، تعالوا كده نشوف هي صيغة منتهى الجموع ولا لا. ايوه جمع تكسير وفي الف وبعد الالف حرفين، يبقى على طول معامل هنا ممنوعة من الصرف. ليه؟ لسبب واحد اللي هو صيغة منتهى الجموع. طب عندي كلمة جحا، أنا عندي كلمة جحا ده العالمية وإيه؟ عالمية وعلى وزن إيه؟ فعل. تمام كده؟ طيب بعد كده كلمة إبراهيم، أنا عندي كلمة إبراهيم العالمية والإيه؟ والعجمة. تمام كده؟ أعجمي، علم أعجمي، واحنا قلنا كل اسماء الانبياء ممنوعه من الصرف ما عدا الاسماء اللي احنا قلنا عليها اللي هي محمد، صالح، شعيب، شعيب، هود، لوط، نوح. بعد كده ناخد كلمه مضامين، انا عندي مضامين دي جمع تكسير، يبقى اكيد دي صيغه منتهى الجموع، نبص كده نلاقي فيها الالف وبعد الالف ثلاث حروف
والثلاث حروف لازم يكون الوسط ساكن. عندي حرف الياء طبعا هنا ساكن، يبقى على طول هنا كلمة مضامين ممنوعة من الصرف. ليه؟ لأنها جاءت على صيغة منتهى الجموع. وعندي أيضا كلمة فرعون طبعا هنا للعالمية والإيه والعجمة. بعد كده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. سلمت على أحمد. علامة الجر هنا إيه؟ الفتحة ولا الكسرة ولا كلاهما صواب؟ تعالوا كده نشوف. كلمة أحمد دي لو ممنوعة من الصرف يبقى علامة جرها الفتحة، تمام كده؟ طيب هنلاقي إن كلمة أحمد دي علم اسم شخص وعلى وزن إيه؟ الفعل العلمية ووزن الإيه؟ الفعل. يبقى على طول أحمد هنا تجر وعلامة جرها الفتحة. ليه؟ لأنها ممنوعة من الصرف. بعد كده مررت بمصر. علامة الجر هنا إيه؟ ممكن تكون الفتحة أو الكسرة، كلاهما صواب. ليه؟ لأن مصر زي ما قلنا هنا علم مؤنث ولكن ساكن الوسط، فيجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف. بعد كده كلمة مبادئ ممنوعة من الصرف. ليه؟ لأنها صيغة منتهى الجموع. بعد كده صحراء ممنوعة من الصرف. ليه؟ لأنها تنتهي بألف تأنيث ممدودة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.